أطلقت الجمعية المصرية للصحة الإنجابية خلال الأيام الماضية مبادرة لضمان حق مرضى السرطان في الإنجاب، إذ تشير الإحصاءات إلى أن معدلات الإصابة بالأنواع المختلفة من مرض السرطان وصلت في مصر إلى 113 حالة بين كل 100,000 نسمة. ويؤكد الأطباء أن المريض عادة ما يفقد قدرته على الإنجاب بعد جلسات العلاج الكيماوي، ولذا جاءت المبادرة لتطالب بتجميد بويضات للمرضى السيدات أو حيوانات منوية للرجال للحفاظ على أمل الإنجاب بعد الشفاء. ولمعرفة المزيد عن المبادرة معي دكتور مدحت عامر، أستاذ ورئيس قسم الذكورة والتناسل والعقم بطب قصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والعقم ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. ودكتور وليد حامد، استشاري النساء والتوليد والمدير الطبي لمستشفى آدم الدولي وسكرتير الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية. أهلا وسهلا بحضرتك. والسيدة عليا، مصابة، إحدى المصابات بمرض السرطان. أهلا وسهلا بحضرتك. علي، البداية من عندك، إيه نوع الإصابة اللي كنتي مريتي بيها بمرض السرطان؟ كنتي مصابة بإيه؟ بسرطان الثدي. عرفتي إزاي؟ سمعت عن الكشف المبكر، إزاي أنتي تعرفيه وكده. كشفت الأول في البيت على نفسي، وبعد كده رحت المعهد القومي للأورام، وفعلا كشفوا عليا وعملوا تحاليل وإشعاعات. عندك كم سنة؟ 31. وإيه اللي خلاكي تفكري إنك تعملي الكشف المبكر؟ أنا شفت في التلفزيون وقريت على النت كتير إزاي تكشفي على نفسك في البيت. بدأتي العلاج بعد قد إيه من معرفة ال 4 شهور. 4 شهور؟ إيه سبب التأخير 4 شهور؟ كنت مخطوبة و اتخلى عني لما عرفت. لما كنت هو خايفة تقوليله ولا إيه؟ لا، هو عرف، ولما عرف وتأكد إن أنا مش مفيش يعني مش هتنجبي وكده، فهو اتخلى عني يعني وسابني. بس ايه الرابط ما بين ده وما بين كونك انك اتاخرتي في العلاج 4 شهور؟ انا قعدت في نفسيه وحشه، مش قادره تواجهي الموقف. دكتور مدحت، كيف يؤثر مرض السرطان على خصوبه الرجل او المراه او قدره اي منهما على الانجاب؟ طبعا هو ادويه السرطان بتهاجم اي خلايا بتتكسر بسرعه. طبعا السرطان خلايا مجنونه، سرعه انقسامها اعلى من خلايا الانسانيه العاديه. كمان الخلايا الإنجابية سواء عند الرجل أو الزوجة بتتكسر بسرعة. يعني حقيقة الرجل الطبيعي مثلا في الثانية الواحدة بينتج 1000 حيوان منوي، متخيلة الحجم؟ فإنتاج فظيع. السائل المنوي بينزل فيه ملايين الحيوانات المنوية، وبالتالي السرطان الأدوية مش عارفة هي هتروح في الحتت اللي فيها تكاثر بسرعة، وبالتالي حضرتك تقول معلومة مهمة. أيوة. بيروح للأماكن اللي بتتكاثر بسرعة. الإيقاع اللي هو الانقسام عالي جدا جدا، فبيروح يهجمها يوقف. منها المبايض، منها الخصي عند الرجل، ومنها الدم النخاع، ومنها الشعر. بنلاقي الناس شعرها بيتساقط، لأن كل دي حاجات فيها تكاثر. وبالتالي احنا لما المريض بياخد الأدوية دي بتبتدي الحيوانات المنوية تقل تقل تقل، وبعدين تختفي نهائيا من السائل المنوي. لو استمر بتبتدي تختفي تباعا من الخصية كمان، وبعد كده يخش في حالة انعدام. لو هو خد جرعات كبيرة لوقت طويل بتبقى الإصابة أكتر من لو هو خد جرعات قصيرة الوقت قصير. برضو في أدوية أكثر قسوة من أدوية أخرى، وده بيختلف حسب المرض. هل جميع أنواع السرطان تؤدي إلى ذلك؟ هو اساسا جميع انواع السرطان بتعالج علاج كيميائي او اشعاعي، والاثنين مدارهم كبيره جدا جدا. حتى وان كان الاكتشاف مبكر يا دكتور؟ لا طبعا، الاكتشاف المبكر ده احيانا مجرد استئصال الورم بدون اي علاج كيميائي او اشعاعي، وهنا فائده الكشف المبكر قبل ما نتعرض للعلاجات اللي هي التكميليه. لكن للاسف يعني مش كل الناس بالذات في الدول الناميه عندها وعي كافي انها تكتشف المرض مبكرا. وما بيعملوش فحص روتيني للصحه شاملا. عاده الناس بتسيب الحاجه دي لحد ما تحس انها ابتدت تتعب وتروح، وهنا بيبقى الوقت متاخر جدا. دكتور وليد، سبب هذه المبادره في التوقيت الا وهو حق مرضى السرطان في الانجاب؟ الحقيقه ان الموضوع ده هو التوقيت، واحنا متاخرين جدا. لان هو موجود في بره، في اوروبا وامريكا، بقاله تقريبا دلوقتي داخلين على 14 15 سنه، وموجود بشده وبعمق شديد، ولا يكاد يخلو مؤتمر في البلاد دي من دلوقتي، مؤتمر كبير، الا من سيشن او جلسه علميه او بحث علمي جديد بيناقش الموضوع ده.
ومهتمين بيه جدا، لان هم يعني عندهم الاهتمام بشكل كبير بصحه الانسان. احنا في مصر بدانا الموضوع ده، كنا احنا بايونير فيه، او احنا كنا يعني لنا رياده فيه من حوالي 4-5 سنوات تقريبا، وفكرنا ان يعني ما ينفعش الموضوع ما يبقاش موجود في مصر، لان ما فيش اي وعي في هذا المجال. هل واجهت حالات كتيره جدا فاكتشفت انه لازم يكون في مبادره الوقف ده؟ احنا واجهنا مقاسي، يعني احنا بشوفنا رجال يقول لنا كتير بيحللوا، وبعدين نكتشف ما فيش حاجات منويه، نكتشف انه كان واخد هيستوري اوف كيموثيرابي او علاج كيماوي قبل كده او اشعاع قبل كده. سيدات يقول لنا كان عندهم هيستوري اوف كانسر بريست او اي كان او اي نوع من الكانسر، وخدوا كيموثيرابي برضه او كيماوي او اشعاعي، ونجد للاسف المبايض تكون شبه ضامره، صغيره جدا في الحجم، ولا يوجد اي مخزون في التبويض. فده اللي شجعنا نفكر في الفكره دي، لان احنا الحمد لله بنشوف في مجالنا حالات كتير ومئات والاف الحالات، فوجدنا الموضوع ده اصبح خصوصا ان المرض يعني الخبيث ده بقى مش قليل دلوقتي، والريت بتاعه ريت اوف انسيدنس او نسبه الحدوث عاليه. ففكرنا يعني لا، من خلال الجمعيه ان احنا نعمل مبادره يعني كنا نخدم بيها المجتمع وننشر الوعي اللي هو للاسف كان شبه معدوم من 5 سنوات في مصر وغير موجود. وبدانا نعمل مبادرات روتينيه سنويه، ودعمنا في ده السليبرتيز وفنانين وناس مشكورين من المشهورين، لان طبعا احنا كدكاتره احنا مجالنا احنا لنا العلم بس مجالنا ضيق، انما هم ليهم الرياده في ان هم عندهم يدخلوا قلوب الناس والانطباع عند الناس. وفي بعض منهم يمكن بعض الاسماء اللي كانت موجوده في المؤتمر عدوا بفتره علاج او عدوا بالمرض. طب صحيح. في جدل ديني في مصر حول موضوع تجميد البويضات او الحيوانات المنويه، هل كيف واجهتم هذا الجدل؟ حقيقي هو ما فيش جدل خالص. الجدل يعني بعض رجال الدين حرموا ده. لا ده يعني خلي بالك في يعني في تطرف في اي نواحي ممكن تبقى لاي جهه، لكن الناس الوسطيه والازهر والناس احنا ديننا دين وسطي، الناس كلها سواء في الدين الاسلامي او الدين المسيحي، الناس الوسطيه كلها يعني بتشجع هذا، طالما لا يتم نقل لا قدر الله نطاف الشخص الا للشخص نفسه، لا يتم نقلها الى شخص اخر. يعني الدين اي دين يحرم نقل النطاف من الرجل من اي رجل الى الزوجه، او اخذ بويضات الزوجه او الانسانه الى غيرها، ده محرم طبعا. او استخدامها بعد وفاته طبعا. لكن طالما في نطاق بموافقته وللشخص ذاته وفي حياته وبإقرار وبموافقه منه، خلاص التجميد ليس به اي شيء. تمام. عليا، ازاي اثر عليكي في او هل السرطان اثر عليكي في موضوع الانجاب ولا لا؟ هل جمدتي بويضات ولا لا؟ عملت كده، بس عملت سيرش الاول تاثير العلاج الكيماوي عليا يبقى عامل ازاي، في مشاكل في الانجاب ولا لا. هل تاخرك 4 شهور لحين العلاج ده اثر على السرطان، جعله ينتشر بشكل اكبر؟ الاول لما كشفت المفروض كنت هاخد 30 جلسه اشعاع، بعد ال4 شهور خدت جلستين كيماوي و30 جلسه اشعاع. وبعدين كملي. بس عملت سيرش عن التاثير العلاج على البويضات، وفعلا عرفت ان مفيش امل كده. عملت العمليه الحمد لله وطمنوني مفيش اي مشكله، امارس حياتي عاديه واتجوز واخلف، مفيش اي مشكله خالص. دكتور مدحت، هل يمكن اعاده البويضات لارحام النساء مره اخرى بعد الشفاء ولا ده طبعا لا ما احنا بنجمد البويضات وبنفكها بكفاءه حوالي 90%، بنسترد نفس البويضات بنفس الكفاءه، ولما نيجي نحقنها بحيوانات الزوج بتعمل اجنه صالحه للانجاب زي كانها بويضات طازجه. مفيش فرق ما بين نسب النجاح بالبويضات المجمده او البويضات الطازجه في الحقن، ونفس القصه بالنسبه للحيوانات المنويه المجمده، مفيش فرق ما بين نسب النجاح لما بنفكها من التجميد او الطازجه. فالتكنولوجيا هل نسبه كبيره يا دكتور نسبه تجميد البويضات والحيوانات المنويه في مصر ولا لا؟ لا هي طبعا يعني احنا ما كانش في نسبه خالص، ما كانش في حد، لكن مع الحمله ابتدينا نلاحظ فعلا ابتدى الناس يترددوا، ربما اقل من المستهدف او اللي المفروض نوصل له، لكن احنا مؤملين باستمرارنا في الالحاح وبمساعده وسائل الاعلام ومساعدتكم ان شاء الله ان احنا نوصل المعلومه لاكبر قدر بين الناس. احنا مش بس عايزين المريض يعرف، عايزين اهل المريض يعرف، عايزين الطبيب المعالج، هو طبيب المعالج عارف بس ما بيهتمش يقول،
عايزين الطاقم المعاون الاطباء اللي بيشتغلوا نوصل لهم المعلومه بحيث ان المريض ما يعديش من القصه دي بدون ما يعرف. الحمد لله النهارده بعلاجات السرطان الناس دي بتخف وبتتجوز وعايزه تعيش. بعد بيحمل الطبيب المعالج لمرض السرطان السبب ده، سبب انه المريض ممكن لم ينجب بعد ذلك، لانه صحيح. الدكتور او الطبيب بيكون مهتم فقط بعلاج السرطان، وهو مفروض الطبيب يهتم فيما بعد علاج السرطان، يعني يقول له خد بالك هتاخد العلاج ده وهتاخد العلاج، بس احيانا بيحصل الظرف ان تتاثر فروح المركز جمد حالك. عارفه حضرتك اجراء مش هياخد اكتر من 15 دقيقه بس حيحل. بس نهتم. طب هل البويضات او الحيوانات المنويه المجمده من انسان مصاب بالسرطان هل ممكن تنتقل الى الاجنه؟ هل ده وارد علميا؟ يعني هو نظريا في ناس بتفكر ان ده ممكن يحصل، بس عمليا مش بيحصل ابدا، لان احنا ما بنجمدش خلايا سرطان، احنا بنجمد خلايا منويه من حته مش مصابه بالسرطان ابدا، فما هوش وارد ابدا ان يحصل هذا الموضوع. وبالتالي هل يا دكتور تجميد البويضات او الحيوانات المنويه بتكون قبل التعرض للاشعاع او الكيماوي؟ هو ده بقى مربط الفرس. طبعا دايما بننبه يا ريت قبل اول جرعه علاجيه نكون احنا لحقنا خدنا الحاجات وشلناها وجمدناها. ففعلا زي ما حضرتك بتقولي ده المفروض يكون. دكتور وليد، هل الحمله بتستهدف المرضى فقط ام الاطباء ايضا؟ الحقيقه ان الحمله بتستهدف كل المستشفيات والاطباء والمرضى، واحنا تعاوننا مع مستشفيات في الجمعيه، يعني احنا في مجال الخصوبه والعقم معانا مستشفى ادم الدولي للخصوبه والعقم بتدعم المبادره ومعانا وبالجمعيه، في مجال الكانسر معانا هي 57 تعاونت معانا، وفي بروتوكولات تعاون تمت بين مستشفى 57 357 وبين الجمعيه وبين مستشفى ادم الدولي، بحيث كل ده في الاخر يصب لمصلحه المريض. المبادره بتمشي في كذا اتجاه زي ما قلت لحضرتك، بالتعاون مع مستشفيات معينه. دور وزاره الصحه، هل وزاره الصحه بتتعاونوا معاها ولا كلها مستشفيات خاصه؟ نامل ان الوزاره يكون ليها اكسس قوي في الدخول في هذا المجال. كان مؤتمر السنه اللي فاتت تحت، تواصلتوا معاها يا دكتور؟ كان المؤتمر السنه اللي فاتت تحت رعايه وزير الصحه، والمبادره كانت سمات برضو تحت رعايه وزير الصحه. نامل ان شاء الله ان يبقى الاكسس يبقى معانا اقوى من كده، واحنا دايما بنحاول نتواصل معاهم. الاطباء احنا بنعمل مؤتمرات ضخمه ويبقى فيها دايما سيشنز على الموضوع ده، بنشرح للاطباء المشاكل دي وبنشرح لهم احدث الوسائل واحدث البيبرز والابحاث اللي توصل ليها العلم في المجال ده. حاول نجيب علماء من بره مصر يحضروا مؤتمر عشان يشرحوا احدث الطرق لتجميد البويضات وفكها وتجميد الانسجه المبايض. ده خليني اسالك يا دكتور، ما مصادر تمويل الحمله؟ الحقيقه ان هي عباره عن حاجات كلها تبرعات نوعا ما، مساهمات من بعض الناس اللي بيدخلوا معانا للمساهمه، المؤتمر نفسه في حد ذاته المؤتمر العلمي، احنا بنحاول لو الجمعيه ساهمت بدعوه، في ناس متبرعه كتير، يعني عندنا الفنانين دول كلهم اللي بيجوا يساهموا معانا كلهم متبرعين. يعني طب وعلى اي اساس تختاروا اسماء المكرمين؟ هقول لك، يعني احنا بنحاول ننقي الناس اللي ليهم نوعا ما مصداقيه في الـ في الـ في الـ في الوسط الفني، الناس اللي ليهم قابليه وكاريزما بحيث ان يقدروا يوصلوا لقلوب الناس، لان في الاخر احنا عاوزين نوصل بالحمل لاكبر عدد من الناس. فعاوزين الناس اللي ليهم قبول والناس اللي ليهم مصداقيه على الناس عشان نقدر نوصل لهم في النهايه. لكن الفنانين اللي جايين كلهم ناس متبرعه، كلهم جايين لدعم المبادره ودعم الحمله، فتبقى المصروفات الرمزيه كلها في الاخر لمجرد بس اللي عاوزين مكان نجتمع فيه ونحضر فيه، وان القنوات اللي جايه معظمها بتسمع بالحمله زي حضراتكم يعني كده، بتبقى كلها جايه قنوات تبرعات او خدمه لمصلحه هذا الموضوع. طيب عليا، انت عديتي بكل مراحل العلاج ولا لسه بتكملي علاجك؟ لا لسه في علاج، بس علاج هرموني. بمعنى اشرحي لي اكتر. تابلتس عادي. يعني خلصتي العلاج الكيماوي؟ طيب ازاي قدرتي تعديها؟ يعني انت 31 سنه صغيره بتتحملي مسؤوليه مرض زي ده، هل الاسره، هل الطب، يعني ايه اللي انت شفتيه؟ اولا إيه ساعدك؟ لا، هم اللي ساعدوني كانوا صحابي، اهلي ما... ماما عامه كانت معترضه ان انا اخد كيماوي. ازاي؟ لا لا. ليه؟ ايه شعرك بقى هيقع؟ انت بنتي الوحيده، ما اشوفكيش كده وشك دبلان. حتى لو كان ده مش هيوصل للعلاج يعني؟ لا، كان صعب عليها، هي كمان كانت تعبانه. لا ما اشوفكيش كده.
بس فكرة ان خطيبي يسيبني في وقت زي ده هو دوت اللي قواني ان انا اخد. هو تركك فقط لخوفه انه انك مش هتخلفي مرة اخرى، ان شعرك هيقع وانت مش هيبقى شكلك حلو، لا انا مش هقدر ان انا اكمل. وبعدين فقويت نفسي بقى، ما ينفعش ان انا ابقى ضعيفة كده. اكتر لحظة نفسية عدت عليكي وحسيت ان انت خلاص مش قادرة تكملي؟ هو فكرة ان هو ما سابني، ما كنتش متخيله كده لان احنا واخدين بعض على حب. وكنت خلاص بجهز للجواز خلاص. وبالنسبه للعلاج، العلاج سهل؟ لا الكيماوي طبعا صعب جدا، ربنا يا رب يشفي كل مريض يا رب، صعب جدا لما بيمشي في العروق. و30 جلسه اشعاع حرقت جلدي، جلدي كان بيتساقط في المكان. وبيكون في تدارك لده في المستشفى ولا جلدك بيتساقط؟ اكيد برضو واحده واحده بيعلموكي عشان ما تتخضيش، بتبقي عامله كل احتياطاتك. بس الحمد لله مريت بكل ده الحمد لله. اشكرك دكتور مدحت، دكتور وليد، واشكرك كمان عليا لوجودك معنا في التوقيت. شكرا جزيلا.